traditionally اللي هو 4 لومات اسمهم تي ال 4 وات. اللومات دي بطلت تبقى موجوده نهائي، مش موجوده خالص، يمكن يعني صعب مهما عملت مش هتلاقي. فاحنا عندنا الجهاز القديم اللومات بتاعته اتحرق منها 3.5، هو شغال بنص لمبه. فاضطرينا بقى نشوف حلول ثانيه للموضوع ده. فده جهاز هو الباور بتاعته تقريبا ضعف ده. هنشوف كده بعد كده هيبقى جامد يعني. فين بيجي؟ احمد العدني انت العدني تعالى يا احمد تعالى يا احمد يا احمد احنا محتاجين بقى الروم، بس يعني هنحاول ان احنا نقرب منه قوي نضغط عليه علشان خاطر يدينا التكنولوجيا. ايوه حلو قوي. ايوه جايب الصوره يا مصطفى. بص يا جماعه هنا عادي عادي This is the classic shirt عن زلايا. بس بقى الزلاليه بالزق ده لون واضح وجاي كتير وولد ابيض ما كانش كويس تقريبا في الدرس. حلوه قوي حلوه قوي. يلا يا جميل تعال حبيبي بقى معلش تحلمي حموده تعالى يا حموده ده روعه عايزه حموده مشتريه لا 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 عايز اشتري لا انا بقول والله يعمل خط برايا يا احمد انا عايزه اوريكم الاي جي اتش اوريكم انا عندي واحده اي جي اتش واحدة اللي بس كديت هاي ارجع ارجع بس ورا سنة بسيطة بس كده رح نطلع ايوه ايوه ده انا ايوه مش حاطط عشان بالعدسه لما عملنا ميجرمنت للريدينس لقينا ان هي بتقلل الريدينس بتاعت الرايت فالعدسه بتبوظ الفيو مش محتاج تكبر يا محمد ده بالتستنج عملنا هو يعني كل لمبه حلوه كل لمبه بتطلع 3.6 مليون احمد اللي اخترعها احمد هيسيبنا بس احمد اللي اخترع اعمل شركه يا عم يا احمد مش عايزين في حاجات تانيه كبر عليه يلا يا احمد هيعملوا ايه؟ هو عبقري هي الهاتش اللي نوتس معلش عشان انا ما سمعتش كتير ايه انا بس جدا فلوريسنس يعني ادت فلوريسنس ادت عين انا حاسه ان فيها فلوريسنس عشان قلت لكم ده شبه كتير جدا لكن بيخليك تشخصيها فيري سمول اللي هي الفرش يلا حبيبتي ده انت حكيناها ازاي مش عايزه موبايل هبه السبب اللي احنا اضطرينا نعمل الحاجات المختلفه دي اللي هو لما اللومات بتاعتي الاصلي ما بقتش موجوده اللي هي 15 وات 15 سنتي لما بقى موجود في السوق دلوقتي هو موديل صيني كده اسمه هاي تشيا وحاجه زي كده جبنا له ودي الصراحه وجبنا واحد بس هو ممكن يشتغل بالحلوه بقى يلا اشتغل بالحلوه عشان خالص بص يا جماعه دي شايفين لا انت مش جايبها ولا ايه؟ ايوه كده تمام كده بصوا هنا في ايوه دي بس مفيش فلوريسنس اللي هو مفيش فلوريسنس وهاي ديفيرجنس بس وايه ديفاين الا اذا كيس اوف باراسورايز اللي في بي ال سي وعشان يبقى شويه هابي يلا متشكرين يا بنوته انا اشكرك اسفين على الطلاب بالظبط ما بقاش وايت مش الميلكي وايت خلاص هشوف الاي جي اتش اهو كده هندخل في المحاضره اللي بعديها ان شاء الله مش تسوى الاختراع بتاعك يا احمد مش تسوى الاختراع